بشكر هشام عباس على هالأغنية وعلى وجوده معنا الليلة. مشاهدينا نحن وصلنا لآخر جزء من سهرتنا، وأكيد كلكم حاضرين لتسمعوا نتيجة التصويت. حاضرين الجمهور عنا هون بالصال؟ أكيد حاضر. حاضرين مين برأيكم خلص الجمهور من بين النومينيز الثلاثة؟ رح أطلب من النومينيز الثلاثة بليز يستعدوا ليسمعوا النتيجة. تفضلوا لحد على وسط المسرح. إذا النومينيز الثلاثة، مين من بيناتهم خلص الجمهور؟ ريم غزالي من الجزائر، ما كسف الجمهور بعد. عيسى ما خذلوا رفاقه بالتصويت الماضي. ومحمد إبراهيم نجح كمان مرة بالامتحان، رح ينجح مرة تانية ما حدا بيعرف. الكل بانتظار اللحظة اللي بيظهر فيها الرسم البياني، يلي بيظهر فيها النسب الثلاثة. اللحظة عم تقرب، أكيد أعصاب النومينيز متوترة جدا. منشوف إذا نحن لمين أعطى الجمهور النسبة الأعلى. إذا نحن بانتظار النتيجة وبدأت تبين على الشاشة، وألف مبروك لريم غزالي اللي كمان بخلصها الجمهور للمرة الثالثة. مبروك ريم. إذا مشاهدينا ريم ترجع بتنضم لزملائها. خليكم هون شباب، تفضلي ريم لحد لهون. بيبقى معنا عيسى ومحمد إبراهيم لنشوف مين رح يخلصوا الطلاب. الاختيار صعب، وكل طالب عنده اعتبارات وأسباب وحرية مطلقة بالاختيار العلني. والليلة 10 طلاب بحق لهم التصويت، وفي حال التعادل ريم بتحسم النتيجة. ورح نبدأ مع محمد فهد. تفضل محمد. عيسى انت حبيبي، بس محمد ابراهيم. اذا اول نجمه بتروح لمحمد ابراهيم. هاني انا هعادلها فهديها لعيسى. نجمه لعيسى، نجمه لمحمد ابراهيم. رايا عيسى بحبه، محمد ابراهيم. نجمتين لمحمد ابراهيم ونجمه لعيسى. فادي عيسى انت قلت لي ما تصوت لي، بس انا بحبك وبحب محمد من عينيتكم، سو رح اعدل النتيجه كمان عيسى. نجمتين لعيسى، نجمتين لمحمد ابراهيم. جوزيف محمد. ثلاث نجوم لمحمد ونجمتين لعيسى. مايا يعدل النتيجه عيسى. لكن الطلاب هيئتهم عم بيعملوا معادلة، ثلاثة بثلاثة للشباب. شيماء أنا شيماء هلالي، ما بعده اللي شيماء ناصر، يعني عيسى ناصر. أربع نجوم لعيسى وثلاثة لمحمد إبراهيم. وجدي عيسى سربت معاك. خمس نجوم لعيسى وثلاث نجوم لمحمد ابراهيم. هناء محمد. محمد خمسة لعيسى، أربعة لمحمد ابراهيم. محمد. خليفة محمد. مشاهدينا صار في عنا معادلة، خمسة لعيسى وخمسة لمحمد ابراهيم. أكيد رح نوصل هون لريم. تفضلي ريم لحدي. إذا ريم مشاهدينا رح تحسم النتيجة. تفضلي ريم بليز. موقف صعب شوي، ولكن هيدي قواعد اللعبة.
ريم شو بتقولي؟ محمد ابراهيم او عيسى؟ طبق زبادي محمد. اذا مشاهدينا هيك بنودع الليله عيسى وبيرجع بينضم محمد ابراهيم للاكاديميه، وعيسى بيكون سابع شخص بيترك الاكاديميه. بنتمنى له النجاح. لهون بتنتهي سهره البرايم، واكيد بلاقيكم بكره بيوميات ستار اكاديمي الساعه 7. ما تنسوا تلاقونا، تصبحوا على الف خير.